السلام عليكم يا اساطير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لينكس. اول شيء يا اساطير شكرا لجميع الناس اللي في الفيديو الماضي كتبوا لي للشحن. اتمنى يا اساطير انها ما تكون مجرد تعليقات وانكم فعلا ما تعودوا تشحنوا على هذه اللعبه يا اساطير. وبالنسبه لبعض الناس كتبوا لي في التعليقات انت تشحن وتقول لنا الا نشحن. اول شيء يجب ان تعرفوه انني لما كنت غبي كنت اشحن، اما الان ما عدت أشحن وتقريبا أكثر من 4 أو 5 شهور لم أشحن أبدا ولن أشحن أبدا على هذه اللعبة التافهة، وأتمنى أنكم أيضا لا تشحنوا عليها يا أساطير. حاول أنكم فقط تنشئون السيرفرات الأسطورية التي ينزل فيها أحداث خرافية وألعب فيها وأحصل على الأشياء المجانية، ولكن لا تشحنوا أبدا. المهم يا أساطير، إذا كنت أنت أو أنت أول مرة تشوف قناة لين إكس فلا تنسى أن تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس. وشكرا يا أساطير، دائما أشكر الناس الذين يعملون لايك قبل بداية الفيديو، شكرا لكم من القلب يا أساطير. أول شيء يا أساطير، كما قرأتم في العنوان كما رأيتم في الصورة المصغرة لهذا الفيديو، في هذا الفيديو سوف نعمل فرق أو سوف نعمل يعني تحدي بين السيرفر وسيرفر، يعني بين سيرفر مينا والسيرفر وأحد السيرفرات الأجنبية وهو السيرفر التايلاندي. سوف نعمل يا أصدقاء تحدي أو تشالنج يا أصدقاء بينهم، نرى الأحداث التي موجودة في سيرفر مينا والفرق بينها وبين السيرفر التايلاندي. المهم يا أصدقاء، بدون ما أطول عليكم في الكلام مباشرة يا أصدقاء نبدأ في الفيديو. أول شيء يا أساطير نشوف سيرفر مينا الأحداث الخاصة بها، وبعد ذلك نروح يا أساطير نعمل الفرق بينها وبين السيرفر التايلاندي. أول شيء يا أصدقاء، هنا ننزل معنا هذا التوب أب تبع هذا الوشاح، هنا الأحداث المجانية خايسة كما تلاحظون أمامكم، أحداث يعني لا فائدة من أمها أبدا. هنا هذا الحدث تبع الأركان أرجعه مليار مرة، وباقي الأحداث كلها تبع الجواهر وأحداث عادية يعني ما في أي شيء جديد. والآن يا أساطير نشوف الفرق بين سيرفر مينا والسيرفر التايلاندي. أول شيء يا أصدقاء خلونا نعمل الحصول على كل هذه الأشياء كما تلاحظون أمامكم في الجنب التايلاند. مباشرة يا أساطير نشوف الأحداث الخاصة بهذا السيرفر. أول شيء كما تلاحظون أمامكم هذا السكين، هذا السكين نحن أيضا يا أساطير نزل معنا، خلونا ندخل إلى الحدث ونشوف كيف شكله. يلا يا اساطير، صراحة يا اصدقاء حدث يعني عادي تبع برج التوكن يعني نزل معنا نحن ايضا. هنا حدث هذا السكين يا اصدقاء يعني عادي ايضا نزل معنا يا اصدقاء، هذا السكين ايضا في سيرفر مينا يعني حدث تبع برج التوكن ايضا. هنا حدث هذا السكين يا اساطير كما تلاحظون امامكم، يعني صراحة يا اصدقاء هذا الحدث كيف ما كان الحال يعني حدث اسطوري، لانه يا اصدقاء يعني فيه هذا السكين الذي اعتقد انه لا نزل معنا، تذكرت كنت راح ظنيت لم ينزل معنا بعد. المهم خلونا نعمل تأكيد بهذا الشكل، اللفة المميزة ب 14 جوهرة واللفة يعني الخايسة ب 9 جواهر. هنا التوب اب تبع هذا الوشاح يشحن جوهرة، يعني صراحة شيء خرافي انك تشحن فقط جوهرة وتحصل على هذا السكين. يعني هنا يا اصدقاء نلاحظ ان السيرفر التايلاندي متفوق على سيرفر مينا في هذه الاشياء، وشوفوا يا اصدقاء كثرة الاحداث التي بالتوكن، يعني شوفوا يا اصدقاء الفرق بين سيرفر مينا والسيرفر التايلاندي يا اصدقاء. شوفوا السيرفر التايلاندي فيه كثير من الاحداث التي بالتوكن والتي مضمون انك تحصل عليها، يعني رغم انها في المتجر ب 25 جوهرة لكن مضمون انك تحصل عليها. المهم يا اساطير نشوف باقي الاشياء، وصراحة أعجبني أيضا توب أب بجوهرة فقط يمكنك الحصول على ذلك الوشاح، مش يعني مثلنا يعني 300 جوهرة علشان تحصل عليه، يعني رغم أنهم يشبهون بعض شوي لكن هذا اللي في السيرفر التايلاندي ظاهر لي أنه أفضل. المهم هنا الكثير من الأحداث الأسطورية أصدقاء كما تلاحظون أمامكم، ومباشرة يا أصدقاء ننتقل للشيء الثاني يا أصدقاء. والآن يا أساطير نشوف الأحداث الإضافية الموجودة معنا، هنا التقويم الخاص بنا تقريبا قرب ينتهي، شوفوا الأحداث المجانية، هنا هذا التوكن يعني عادي، هنا يا أساطير عندنا هذا الأشياء، شوفوا يا أساطير قولوا لي مين هذا اللي راح يلعب 10 كلاسيك ون من أجل أن يحصل على 2 بطاقة لوكرو. يعني تبع الأسلحة. شوفوا هنا الجري تجري 10,000 علشان تحصل على بطاقة الجولد رويال، هنا هذا الام 4 قل لي هل باقي شخص يلعب بذلك الام 4. هنا هذه السيارة يعني هذه السيارة شوية أسطورية، المهم هنا حدث شوية أسطوري، أما كل الأشياء اللي شفناها خايسة صراحة،
المهم هنا باقي الأحداث الإضافية يا أساطير كما تلاحظون أمامكم والأخبار. المهم يا أساطير نروح الآن نشوف السيرفر التايلاندي. يا هلا والله بالسيرفر التايلاندي. المهم خلونا نشوف يا أساطير الأحداث. ندخل يا أصدقاء مباشرة نشوف الأشياء الموجودة معهم. هنا نازل معهم هذا الحدث يا أساطير 7 هؤلاء الأسلحة. أعتقد أنه هذا الحدث نحن أيضا نزل معنا يا أساطير. المهم مباشرة ندخل يا أساطير السيرفر التايلاندي سيرفر أسطوري يا أساطير من الآخر. يعني حتى لو ما فيه أي شيء المهم أسطوري صراحة يعجبني كثيرا. ودائما راح أقول على سيرفر مينا خايس حتى لو نزلوا الكريمينال في الجولد رويال، لأنه سيرفر مينا أخيس سيرفر. أما السيرفر التايلاندي والله سيرفر أسطوري يا أنا أحلف عليه. شوفوا شكل الأحداث يا أصدقاء. هنا بعد الأحداث أعتقد المجانية. المهم هنا هذه التلجة أعتقد أيضا سوف يحصل عليها بالمجان. والله يا أساطير صراحة هذا السيرفر سيرفر أسطوري يا أساطير. المهم أعتقد فقط يجب عليك أن تحمل فري فاير ماكس. شوفوا يا أصدقاء كثرة الأحداث الأسطورية. شوفوا هنا يمكنهم الحصول على هذا السكين بالمجان. والله شيء أسطوري يا أساطير. شوفوا هنا كثرة الأحداث اللي بالتوكن هذه الرقصة. والله شيء أسطوري مش زي سيرفر مينا. يعني والله هذا السيرفر التايلاندي سيرفر أسطوري. الأحداث الإضافية خاصة به أسطوري. ونشوف اللاكي رويال بتاع أخي السيرفر في عالم فري فاير. وهو السيرفر الشرق الأوسط مرة أخرى. هنا هذا الحدث الزبالة. هنا هذا السكين الزبالة كما تلاحظون أمامكم نازل معنا. لا فائدة من أمه أبدا. أي شيء كان خايس ينزلوه معنا. الآكا رجعوها مليار مرة. يا خرق المهم هنا باقي الأشياء اللي موجودة معنا. ولا شيء أسطوري أبدا صراحة. ما في أي شيء أسطوري. والآن نشوف اللاكر ويا الخاص بالسيرفر التايلاندي الأسطوري. هنا أول شيء خلونا نشوف يا أصدقاء هنا برج التوكن الخاص بذلك السكين. شوفوا الجروزة 5 لفات ب170 جوار يعني رخيصة جدا. واللف الواحدة ب60 جوار. هنا باقي الأشياء هذا سنايبر والأشياء كلها عادية. المهم شيء أسطوري صراحة. والآن مباشرة نروح للمتجر الزبالة اللي معنا في الشرق الأوسط. المتجر اللي لا فائدة من أمه أبدا. خلونا ننتقل مباشرة للموضة ونوريكم السكينات الخاصة بنا في سيرفر الشرق الأوسط. شوفوا يا أساطير السكينات الخاصة بنا يعني كلها سكينات خايسة. ما في أي سكين سهل أنك يعني تشحن عليه جواهر علشان تحصل عليه. شوفوا كل سكينات خايسة وبجواهر عالية. شوفوا 800 جوهر عشان تحصل على ذلك البنطال. يعني شيء فعلا خايس يا أساطير. شوفوا أي شيء خايس موجود عندنا في سيرفر الشرق الأوسط. سكينة الكيوب ماجيك. خلوني أصدقاء نعيد سكينة الكيوب ماجيك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سكينة الكيوب ماجيك. خلونا ننتقل للسيرفر التايلاندي. يا هلا والله بالسيرفر التايلاندي. خدر عينيك عينيك يجب ان تخدرهم. شوف 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 السكينات الموجودة في السيرفر التايلاندي يعني الخاصة بهم بالمتجر. يعني من المتجر يمكنك ان يعني ان تلبس حتى تكون اسطورية. شوفوا هنا هذه السكينات النادرين. شوفوا هنا الجاز يعني فقط هنا وبجواهر قليلة يعني فقط 199 جوهر. لو لاحظتم اننا في السيرفر الشرق الاوسط تسمع فقط 600 جوهر. المهم هنا شوفوا السكينة. شوفوا شكل السكينة. شوفوا هذا السكين النادر. شوفوا هذا السكين يعني القميص. استغفر الله. جاءوا هذه القميص ايضا كما تلاحظون امامكم القميص البيضاء. وهنا باقي الاشياء الاسطورية. شوف 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 كم من سكين يعني من هنا فقط لو اشتريت كل هذه الاشياء يعني راح يصير حسابك اسطوري. شوفوا هنا هذه الكنزات النادرة. شوفوا هذه اللي اعتقد كانت موجودة في القرفص الاول. شوفوا يا اصدقاء شكل الاشياء الاسطورية الموجودة في السيرفر التايلاندي. شوفوا هذا الشورت. شوفوا هذا الشورت النادر لكن الذي كان فقط في الاكواد. شوفوا الاشياء الاسطورية الموجودة في السيرفر التايلاندي. شوفوا الاشياء الاسطورية ونحن في السيرفر الشرق الاوسط حاطين لي نعامة ولا شو ذلك السكين الذي يعني الاشياء الخايسة كلها موجودة عندنا في السيرفر الشرق الاوسط.
المهم شوفوا الأشياء الأسطورية الموجودة عندنا، خلونا ننزل شوي. راح أحاول يا أصدقاء أنني ألبس حطة تكون أسطورية وأريكم يا أصدقاء، خلونا نلبس هذا الحذاء، شوفوا شكل حطة كيف راح تطلع. دخان وريكم، راح ألبس هذه القميجة. هذه القميجة أعتقد أنها أفضل، وراح ألبس ذلك السكين النادرة ذاك الرأس. شوفوا يا أساطير شكل الحطة كيف جات، شوف شوف شوف. وماذا لو زدنا لها البنطال، يعني البنطال يعني الوردي، شوفوا كيف راح تطلع الحطة، شي بتاع النار، شوف شوف شوف. يعني فقط يعني يعني في المتجر هذا الشيء موجود. المهم هنا سكينات كيوب ماجيك، 4 سكينات، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 سكين كيوب ماجيك يا أصدقاء، وإحنا عندنا يعني فقط 12. المهم يا أساطير هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في هذا الفيديو يا أساطير عملنا فرق، أو يعني فرق بين سيرفر مينا وأيضا السيرفر التايلاندي. شفنا يا أصدقاء الأحداث الخاصة بسيرفر مينا والفرق بينها وبين الأحداث الخاصة بسيرفر التايلاندي، وأيضا لكروير والمتجر، يعني فرق شاسع جدا بين سيرفر مينا والسيرفر التايلاندي. وإذا كنتم تنتظرون رأيي يعني اللي راح أقولكم فيه من الأفضل، هل سيرفر مينا أم سيرفر التايلاندي، بدون تفكير بدون ما أفكر حتى فيها، سيرفر التايلاندي أفضل من سيرفر الشرق الأوسط، وأيضا جميع السيرفرات أسطورية من غير سيرفر الشرق الأوسط، لأننا عرب قارينا يعني كأنها يعني قارينا يعني حاقدة علينا، يعني لما بتشوفنا عرب هي حاقدة علينا. لو كنا يعني تايلانديين أو من مكان آخر كانت قارينا راح نزلنا نحن أيضا أشياء خرافية. المهم نحن تعودنا على هذا الظلم، ولا شيء بينزل أسطوري في سيرفر الشرق الأوسط. إلى اللقاء. حلو عليه والله. خلوني بلاصة، خلوني بلاصة. كل واحد يريح، كل شيء يريح. كل الأشياء الأسطورية تنزل في السيرفرات الأخرى. ولا أي شخص بيتحدث في هذا الموضوع، أنا اللي يعني تحدثت فيه، وأيضا في يوتيوبر قد يتحدثوا فيه، ولا أي شيء غيرته قارينا، ولا أي شيء أضافته قارينا. المهم علينا يا أصدقاء، سوف أحاول أنني أتكلم في هذا الشيء، لعل وعسى قارينا تنزل معنا أشياء خرافية في سيرفر الشرق الأوسط. المهم يا أساطير لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد يا أساطير. وبدون ما نطول عليكم في الكلام، كان معكم لين إكس، ونشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم.